ولثقافة الاتباع هي التي غيبت التفكير الثقافي والإبداعي، وتحول النص الديني، تحول الإيمان في الثقافة الإسلامية من الإيمان بقيمة النص إلى الإيمان بظرف النص، وهذه هي العقدة الكبرى. أشكرك. دكتور عبد الإله. تفضل. ميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوات السلام عليكم. أنا متأسف يعني صارت القصة بالاستيلاء العفوي. تفضل. عبد الرزاق علي التركي. العلماء أهل الدين هم الذين يعطون القيادة السليمة، هم اللي يعطون الناموس الذي نعيش فيه طبقا لتعاليم الدين. فليس هناك ضياع في أن نستمع إلى آراء العلماء والمشائخ، بل ندعو لهم، نقول جزاهم الله عنا خير الجزاء. ينبغي أن نثق لهم ونأخذ ما يقولون فيه، لأن هم الذين غاصوا في بطون الكتب وتعلموا ويأتون بكلام. يقول الشاعر: إذا الإيمان ضاع فلا أمانة ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. وأظن ضياع الوقت هو استماع كلامك يا أختي. شكرا. دكتور. دكتور، أنا ما أعتقد في أحد قال بأن الحياة بلا دين، يعني هذا تصورات حضرتك بس. تفضل يا سعيد. دكتور محمد. ألو. ألو. شكرا سيد الرئيس. تفضل. أثار انتباهي في مداخلة الدكتور رضوان السيد أمران، أولهما اختزاله مفهوم العقل الأرثوذكسي. طبعا هو لا يتبنى هذا المفهوم، لكنه يؤاخذ المرحوم محمد أركون على استعماله، إنما هو يختزل العقل الأرثوذكسي إلى الأثر الحنبلي في الفقه والأشعري في العقيدة، بينما مفهوم العقل الأرثوذكسي السني يشمل سائر تعبيرات هذا العقل السني في مذاهبه كافة وفي تعبيره الأشعري في العقيدة. هذه واحدة. الثانية، يعني استكثر على الذين يقولون بفرضية الانحطاط متوسلا بعض الكتابات المعاصرة التي تعيد النظر في حقبة العصر الوسيط المتأخر التي تعتبر فترة انحطاط. أنا أسأل دكتور رضوان السيد بعيدا عن وفي مجال اختصاصه هو في الفكر، ماذا أنتج العرب في الفلسفة بعد ابن رشد منذ القرن الثاني عشر للميلاد حتى القرن العشرين؟ ماذا أنتج العرب والمسلمون بعد مقدمة العلامة عبد الرحمن بن خلدون في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي؟ لماذا انتظرنا 400 عام ونيف لكي نكتشف فقه المقاصد عند أبي إسحاق الشاطبي؟ هذه المرحلة مرحلة بياض، مرحلة خواء، مرحلة فراغ تاريخي. إذا كانت قد ملأتها الإمبراطورية العثمانية كقوة عسكرية، فإننا لا نجد رديفا لهذه القوة على الصعيد الفكري. ثم انحطاط. والأصولية التي تحدثت عنها وتحدث عنها قبلك محمد أركون هي ليست استمرارية لا للأشعرية ولا للحنبلية ولا لغيرها، إنما هي استمرارية لهذه اللحظة السكولاستيكية المدرسانية التي سادت في تاريخ الإسلام في مرحلة الشروح والمختصرات والتحشية. أما أن تقول لي أن بلاد لا علاقة له بالإمام ابن تيمية فهذا الكلام لا يجوز علما، لأن البيئة التي أنتجت حركات العنف الديني هي عينها قبل 30 عاما التي أنتجت الحركات الراديكالية اليسارية. فالبيئة ظلت هي هي، لكن المرجعية الفكرية اختلفت. عاد هؤلاء إلى إرنستو تشي غيفارا أو إلى موسي تونغ أو إلى لينين، وعاد الآخرون إلى أجدادهم. هل ينجب عبد الرحمن بن خلدون أو ابن رشد إرهابيين؟ أجيبني عن هذا السؤال. شكرا. 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 تفضل. رجاء عن الاسم لو تكرمت. محامي جاسم العطية من السعودية. تعليق. أرجع مرة ثانية حق عنوان المؤتمر: فكر يقود إلى إنجاز. كلمت عن الثقافات الإسلامية في المذاهب الإسلامية المختلفة. حديث الأستاذة أمال كان جميل جدا، وصل إلى نتائج أعتقد الجميع اقتنع فيها. الإسلام ما عنده شكوى من الاجتهاد، الاجتهاد مفتوح بدليل أنه المذاهب الإسلامية كانوا
السنية أربعة والمذاهب الإسلامية غير السنية كثيرة، والاجتهاد مفتوح ولا يوجد نص. وأرجو أحد يشرح لي إذا كان في أحد من المذاهب الإسلامية أو في دليل في نص أو في حديث يوقف الاجتهاد. الاجتهاد هو محرك الفكر، هو تطوير للحياة. شكرا جزيلا. لازم في حديث في هذا. شكرا شكرا. في أحد من الإخوان تفضل. متحمس شديد التحمس. تفضل. شكرا. الاسم لو سمحت. المستشار إبراهيم أبو دقة غزة فلسطين. دكتور عبد الله تحدث عن التراث، من لا تراث له لا تاريخ له. هل نستطيع في يعني وضعنا العربي الآن الراين والتردي العربي الموجود أن نجمع تراثنا العربي من أجل أن لا يسرق من إسرائيل كما سرقته في فلسطين؟ وبالتالي كما قلت بداية، من لا تراث له لا تاريخ له. شكرا. خلاص شكرا. أنا مش شايف كمان من السيدة. تفضلي السيدة. أيوة تفضلي. اسمي ريوة شاتيلة. أنا عندي تعليق صغير بس. أنا هي تاني مرة بحضر مؤتمر الفكر. أول مرة كانت من 7 سنين، كنت طالبة عمري 18 سنة بعدني فايت جديد على الجامعة، رحت مع وفد مع الجامعة. واليوم برجع كفتاة عاملة ومتطوعة بالمجتمع عادي مثل مثل أي حدا تاني. بس من 7 سنين لورا، من هلأ لسبع سنين لورا نفس الحديث هو ذاته. كنت بمؤتمر من 7 سنين نفس الشيء عم بسمع، نفس يعني نفس الحديث، نفس التعليق، نفس المشاكل. الدين الدين كل واحد بيشوفه من منحة، سياسي كل واحد بيشوفه من منحة. طب شو هو اللي بدنا نطبقه على الأرض؟ شو الامبليمنتيشن لكل الأفكار والأقوال والدراسات؟ بدنا شيء يتطبق، بدل ما not to discuss what's actually happening and to discuss what's actually happening and to try to implement. بس شكرا. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين الدهمشي من اليمن. أنا مع الدكتورة أو الأستاذة آمال في أكثر من ما قالت، لكن أنا أرى أن المشكلة ليست لا تكمن في رجل الدين أو المفتي أو الداعية، بقدر ما تكمن فينا نحن، في نظرتنا نحن. نعطي قداسة أحيانا على بعض الشخصيات ونتبعها ونقلدها في كل شيء دون إعمال للفكر أو دون إعمال لعقولنا في كل ما يقال. هذه مشكلة تعود إلينا أكثر مما تعود إلى المفتي. لماذا أيضا لا نتعامل مع المفتي أو الداعية على أنه يمارس حرية فكرية؟ يعني هو يقول رأيه ويعبر عن رأيه وبعد، وبالتالي الناس هي تأخذ أو ترفض. يعني نحن أحيانا نتعامل بغير حيادية، ننظر إلى الذي ينادي أحيانا بالمروق عن الدين أو أحيانا الإلحاد بأنه يعبر عن حرية فكرية وكذا. ورجل الدين الذي يفتي أحيانا نراها بأنها يعني غير إبداع. لابد أن ننظر بالحيادية ونقول هذا يعبر عن رأيه وهذه هي الحرية، وهذا الآخر أيضا يعبر عن رأيه، لكن في التزام في قواعد الحرية. يعني أن الحرية لا حدود. يعني شكرا شكرا. تفضل أستاذ عبد الله. هات الميكروفون هنا أستاذ عبد الله. من فضلك دكتور عبد الله وبعدين أبو عماد إن شاء الله. I'm sorry. أشكر كل المتدخلين. أولا أنا كريمة بالدراج، باحثة في علم الاجتماع من الجزائر. سؤالي الأول موجه للدكتورة منى فياض. تحدثت الدكتورة عن الميزانيات الكبيرة في التربية. سؤالي هو ماذا تفعل الميزانيات الكبيرة في التربية أمام المعيقات الداخلية؟ سؤالي الثاني للدكتورة أمال جرامي. وضعت وزر الإنتاج إنتاج الإفتاء على الإعلام، وأنت تعلمين أن في جل وطننا العربي السلاح الإعلامي الثقيل في يد قوى تسعى جاهدة للحفاظ على أوضاع تخدمها، فكيف السبيل إلى التغيير؟ شكرا. شكرا. عبد الله بسرعة. يا عبد الله. أي الدكتور رضوان مداخلة. عبد الله بحليقة من السعودية. إلى الدكتور رضوان شكرا لك على المحاضرة. بس يا دكتور ما عطيتنا أن كثير يعني في ال لا دكتور أبغى أقول لك أن في التراث الإسلامي وخاصة في القرن الثاني ساهم الخليفة والخلفاء في كبت كثير من العلماء والفلاسفة، واستفاد من رجل الدين. فهذا هو بعد مشكلة دائما ننظر فيها. أنت يا دكتور يعني
ليش دائما نروح للماضي؟ ليش للماضي دائما؟ شكرا عبد الله. ابو عماد وصل الميكروفون يا استاذ عبد الله. استاذ جواد ابو 50 تفضل. جواد ابو 50 انا من مجلس الامناء، والحقيقة احنا سعداء بهالوجوه الطيبة والحوارات العلمية واللي الان ابدأ ادأتوه، بس احنا اللي يهمنا الان التركيز بصورة عامة. انا ما بيرد على شخص، كلكم احرار في ما تقولونه، بس احنا كفكر عربي، فكر ثقافي، فكر علمي، فكر حضاري، فكر كذا، ما نبي ندخل في أمور الماضي وأشياء وصراعات دينية أو طائفية أو مشاكل. اللي يهمنا احنا اليوم نرسم لأبنائنا والأجيال القادمة، انتم كمفكرين فكروا عن الثقافة، عن التقارب، عن التفاهم، عن الوسطية، عن العلم اللي هو ينقل أجيالنا القادمة إلى أسمى من الصراعات والمشاكل والأيديولوجيات اللي هي ما تخلق إلا تفرقة وعداوة. فهذا اللي أنا هذا رأيي، وأنتم لكم الحق. وشكرا. شكرا أبو عماد. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ المزيل. هنا 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 هنا. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حمادي، هندي، أستاذ بجامعة بنو سويف مصر. نشكر سيادتكم ونشكر مؤسسة الفكر العربية على الاتجاه نحو المستقبل. وسؤالي في مداخلة سمعت من أحد المحدثات الدكتورة منى بأن أزمتنا في توزيع المعلومات، وما أكثر من مصادر توزيع المعلومات في هذا العصر، فأنا أريد أن أفهمها من حضرتها إذا أرادت أن تجيب. أما مداخلتي فأزمتنا الحقيقية في عرض وتباين المعلومات، سواء كانت مسموعة ومقروءة على التلفزيون أو في الكتب والمراجع والأدبيات التربوية وغيرها. فأكثر من رأي الآن حتى لا يوجد ثبات في المصطلح، ولا يوجد ثبات في المفاهيم، ولا يوجد ثبات في النتائج العلمية ونظرات التربوية، واللي جاينا من دول أجنبية تيجي بمصداقية تامة وتعلن أن النتائج قد تكون أو لا تكون، ولأننا في أبحاث نجزم بأنها تكون. فأين هل من آلية أو دعوة أو توصية للمؤتمر لكل مثقفي أو النخبة المثقفة على مستوى العالم العربي في توحيد الكلمة؟ لأن أكثر ما يقرب من 25 عام وأنا أشتغل مع الشباب، منذ أن تخرجت في الجامعة سنة 85 ما بين 4 جامعات في مصر وبعض دول الخليج وزائر في بعض دول الخليج وفي إنجلترا وفي أمريكا، وقابل شباب ومدرسين ومعلمين في كل الفئات، ما يصيبهم بالإحباط هو عدم توحيد المصطلحات والكلمات وتباين الآراء في كل الكتب والمراجع والدراسات والبرامج التلفزيونية. ولعل ما نجده ونسمعه من خناقات وزعيق وعلى شاشات التلفزيون ما بين المصريين بعضهم وبعض والعرب والكلهم، كل هذا يسبب الإحباط للشباب الذي تحدثنا عنه. شكرا. أما النقطة الثانية، اسمح لي سيادتك بس لا طولت ترى ثانية واحدة حضرتك. ما أشارت إليه الدكتورة أمال هو مناهج المناهج التربوية. لا يوجد أي معايير موحدة لإعداد المعلم ولا المناهج العربية الآن. هل من توصية الاتحاد الأوروبي 17 دولة، وكنت في مؤتمر من شهرين، في بداية المؤتمر قال رئيس المؤتمر نحن أكثر من 17 اسم، الأكثر من 17 دولة، ولكننا ثقافة واحدة، تعليم واحد، اقتصاد واحد، ومعا جميعا لليونان ومن أجل اليونان. ده في آخر مؤتمر في أزمتها السابقة. فهل من توحيد لإعداد معايير المعلم والمناهج الدراسية؟ شكرا. شكرا. سيدة الكريمة تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم حضرتك الأول. دكتورة لطفية بشير القبائلي، تخصصي الأكاديمي تنمية الموارد البشرية والأنتروبولوجيا الاجتماعية، وأتعاطى الأدب والثقافة. سؤالي الأول للأستاذة منى، لقد ذكرت سيدتي الصين وهي أسوأ مثل لحرية التعبير الصين، في حين أن كما ذكرت أن هناك كثير من المعوقات حقيقة تقف أمام الإبداع، ولا نريد أن نجزأ الإبداع لإبداع نسوي وإبداع ذكوري، ولكن المبدع أو الكاتب والمنتج أين القارئ؟ إذا كنا نحت كتابات هاري بورتر في ليلة واحدة وزعت 1,000,000 نسخة من كتابها الذي كتاباتها
وقصصها للأطفال التي تحوي الأساطير والتراث، في حين أن أكبر كاتب عربي عندنا المرحوم نجيب محفوظ بيع في معرض القاهرة الدولي 3000 نسخة فقط. شكرا شكرا شكرا. وأحيي الأستاذة أمال تحية. شكرا خلصنا. شكرا. أنا بشكر من تحدث جميعا وبعتذر لمن لم يأتيه الدور. لدي تعليمات قاطعة بأن أنهي الجلسة الآن من المنظمين. أشكركم وأعتقد بأن هذه الجلسة فقط بدايات للتفكير العام. الأوراق موجودة والأفكار يمكن نتداولها في شرب الشاي. شكرا. شكرا شكرا للدكتور رميحي وللمتحدثين الكرام. نعلن انتهاء فعاليات اليوم الأول على أمل أن نلقاكم غدا الساعة 9 صباحا. أسعد الله مساءكم. شكرا.